السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو وصفتنا اليوم غتكون عبارة عن بريوات بالكفتة، كيجيو رائعين لذاذ مقرمشين واقتصاديين بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئات. فكنتمنى أن هذه الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وكنشكر من هذا المنبر المتتبعات الوفيات اللي دائما متبعيني، وكنشكركم على التعاليق الرائعه اللي كتخليو ليا. خليكم معايا تشوفوا المكونات وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله، مع المكونات والطريقه غادي نخدم ونقول معكم المكونات اللي درت في هذا البريوات. راه اقتصادي وما درتش بزاف المكونات. الخليط ديالك حتى درتو يتشحن شويه الزيت الروميه وشويه القزبر والمعدنوس، المهم درت ليهم. دابا غنردو حتى يتشحروا حتى تطيح البصله والملح والكفته. غندير شويه ديال البصل وشويه ديال الحرق الحرقومي بلدي، المهم شويه التوابل. من الخليط ديال الكفته درت ليه شويه الحرقوم البلدي وشويه ديال الابزار، وغنكب دابا الكفته ديالنا. وغادي نحرك ونحرك الكفته وغندير شويه شكنجبير ها هو الخليط ديال الكفته بدا كيتشحر. المهم درتو بصله ودرت المعدنوس ودرت مليحه وشويه الخرقوم البلدي وشويه التحميره ماشي بزاف، ودرت شويه شكنجبير والمليحه من طبيعه الحال. حتى تشحرت البصله حتى نزلات وكبيت الكفته. والكفته على حسب اللي عندكم، انا عندي هنا غير شويه. المهم غير بغيت ندير البريوات ديال البصله والفرماج، وقلت علاش لا ما ندير حتى ديال الكفته. المهم نفس الطريقه كنشحر الخليط حتى كينشف تماما من الماء، وديك الساعه كنطفيو عليه وكنعمرو به البريوات. الخليط ديالنا ديال الكفته نشف تماما من الماء. دابا غنطفي عليه ونحطو يبرد، نكبوه في شي اناء اخر ونحطو باش يبرد، باش ان شاء الله كما قلت لكم نعمر به الورقه اللي بقات لينا، لان نص كيلو ديال الورقه راه تعمري بها تبارك الله خير البركه. وبالنسبه للبصله كنوصيكم على البصله البيضاء، هي اللي كتكون زوينه في البريوات. البصله البيضاء ها هو الخليط دابا جاهز، غنطفي عليه. المهم دابا غنكب الخليط ديال الكفته في الطبسيل باش يبرد لينا، باش نعمرو بها البريوات، نعمر ديك الورقه اللي بقات ليا من البريوات ديال الفرماج مع البصله. كيجيو زوينين بالنسبه للعشاء، اللي حاير في العشاء بغى يقطع غير البصله وينوع ويدير ديال الكفته وديال ولا غير ديال الفرماج مع البصله والبيض.
المهم هو ها هي الحشوه دابا غنعمر البريوات. المهم غنوريكم كيفاش الطريقه ديال الكفته، نفس الطريقه ديال الفرماج. كنعمروا الحشوه ونحطوا في القند والبريوات قد ما بغيتوهم كما العاده. المهم كان نردو هاد القند على الحشوه وكنتلتو. وحنا غاديين وهنا كنديروا ليه شويه تاع الخليط ديال الدقيق والماء وكندخلوه في هاد الجيب هذا. صافي ها هما البريفات كيجيو فنين وزوينين. المهم غنحطها هنا تنكمل، غنمشيو على هاد الطريقه حتى نكملو كلشي. هاد الورقه اللي بقات لينا مازال الجهه الحرشه هي اللي كنديرو فيها الحشوه، كندهنو مع الورقه ديال برا مندهنو. المهم البنات ها هما البريوات ديال الكفته كملتهم، دابا غندهن الطاوه ونحطهم في الطاوه باش نطيبهم ان شاء الله ونوريهم لكم في اناء التقديم هما وديال الفرماج ان شاء الله. هما كي كيجيو راه كيجيو فنين زوينين. هما البريوات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، راه كيجيو فنين. كندخلوهم للفران كندهنو الطاوة وندخلوهم للفران كيطيبو على العافية، تكون مهيلة بزاف بزاف باش يجي الطحمر مقاد فيهم ويكونوا مقرمشين ويكونوا محمرين تكون الورقة محمرة من الداخل ومن برا. وان شاء الله تنطيبهم ونوريكم الشكل النهائي. المهم ها هما البريوات درتهم في طاوة مدهونة ودهنتهم من الفوق بالزبدة، دابا غندخلهم للفران. وهاد البريوات الاخرين هما ديال الفرماج مع البيض والبصلة كيجيو رائعين لذاد. المهم غنحط لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف، راه فايت درتهم في القناة، حطيت الفيديو ديالهم فايت في القناة. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، راه كيجيو لذاد، جربوهم ما غتندموا. ما هما البريوات ديال الكفته هما طيبتهم في الفران وخرجتهم وحطيتهم في الطبسيل. كي كي غنوريكم كي كيجيو. المهم غنحل معكم وحده، هما مقرمشين وكي كيجيو فنين وزوينين. المهم كما قلت لكم درت ديال الفرماج والبيض والبصله وهادو ديال الكفته، كيجيو هشاش وفنين. وهنا كنكون وصلنا نهايه الفيديو، وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات الكفته، كيجيو رائعين ولذاد مقرمشين واقتصاديين وسهلين في التحضير. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا معايا، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاهل لتعم الفائده. وشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.